مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفضاء الخاص الذي نخصصه دائما للحديث عن المسيرات الوطنية وعن تبعات وتطورات الأحداث معها سياسيا واجتماعيا. على وجه الخصوص في إطار مواكبة التلفزيون لتغطية الحدث الأبرز ببلادنا، حديثنا اليوم عن تناول الصحافة الوطنية والدولية لمسيرات جموع المواطنين في كامل التراب الوطني خلال 6 جمعات كاملة. وفيها سيكون النقاش حول قراءة الصحافة الوطنية بمختلف مشاربها للحدث وكيف تفاعلت معه. حديثنا سيكون أيضا عن النظرة المستقبلية لوجوه إعلامية لهذا التفاعل والسجال ذو المطالب السياسية بدرجة أكبر. وحديثنا سيكون عن رفض الشارع من خلال اللافتات والشعارات المرفوعة للحلول المقترحة من طرف السلطة، وأيضا عن توقعات المستقبل القريب. كيف تنظر الصحافة لغياب الوسيط الحقيقي ذو الإجماع الوطني بين مطالب الشارع والسلطة، وهل من انفراج في الأفق القريب؟ وهو السؤال الذي يطرحه المواطن، الذي يطرح أيضا تساؤلات أخرى لعل أبرزها: إلى أين يتجه مستقبل الجزائر؟ للحديث والنقاش نسعد باستضافة كل من الزملاء: يوسف عثمان عن القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية للتلفزيون الجزائري، وسيد عبد الوهاب بكروح الإعلامي من الموقع الإلكتروني الجزائري اليوم، وأيضا الإعلامي أمين بالعمري عن جريدة الشعب. أهلا بكم جميعا. بداية اسمحوا لي قبل بداية الحديث للتطرق عن الحدث الأبرز الآن، وهو وفي إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي، ترأس اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اجتماعا تقييميا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قادة القوات وقائدي الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. اللقاء تناول على وجه الخصوص تطورات الأوضاع السائدة حاليا في البلاد، حيث أكد الفريق أحمد قايد صالح أن الحل يكمن في أن لا يحيد عن تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. التفاصيل في هذا التقرير للزميلة سكينة محمود عليان. بعد اقتراح المادة 102 من الدستور، ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اجتماعا لتقييم الحصيلة العامة للجيش ودراسة التطورات السائدة في بلادنا. اندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأباء، خاصة للدراسة تطور الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور. كما تعلمون لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة على تطبيق المادة 102 من الدستور، وهو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحفاظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق وفقا للمادة 28 من الدستور. السيد الفريق أكد أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر بغية حماية بلادنا من أي تطورات لا تحمد عقبها. كما أكد السيد الفريق أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
السيد الفريق أضاف أنه تم اليوم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور. وفي هذا الإطار أكد السيد الفريق في ضوء هذه التطورات يبقى الموقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، يرى دائما أن الحل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المادة 7-8-102 من الدستور. السيد الفريق أضاف أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي الذي يعد خطا أحمر هي غير مقبولة بتاتا، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية. إذن نجدد ترحيبنا بزملاء الضيوف من أسرة الإعلام. البداية معك سيد الأمير أمين بالعمري، منذ مداخلة سيد أو قائد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في مداخلته في 26 مارس قبل أيام إلى غاية اليوم وتجديد القول بأن المادة 102 من الدستور هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة، ماذا تغير منذ 26 مارس حتى اليوم؟ بداية تحية لك ولزميلي ولكل مشاهدي قناة الجزائرية التلفزيون الجزائري. أولا قبل كلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 26 مارس، كان قبل ذلك ألقى كلمة قبلها وقال فيها أن هناك لكل مشكلة حل وأن بل حلول، وبالتالي في الكلمة التي تلتها فصل بإعلان تبني المادة 102 كمقترح لحل الوضعية التي تعيشها الجزائر الآن. طبعا يوم الجمعة كان هناك شيء من يعني من الاختلاف حول هذه المادة، ولا اليوم وكانت هناك مطالبات بتفعيل المادة 7 من الدستور، ولكن كل الذين كانوا ينادون بالمادة 7 في تطبيقها في الدستور لم يفصلوا ما معنى أن الشعب هو مصدر كل السلطات، لأنه عندما نتكلم عن هذه المادة لابد أن نحدد كيف يمارس الشعب هذه السلطة، لأنه من غير ممكن أن 40 مليون جزائري يمارس كل واحد منا السلطة، ولكن يمكن ممارستها عن طريق التمثيل، وهذا التمثيل يمر بطبيعة الحال عبر الاستشارات الشعبية، إما الانتخابات وإما الاستفتاء، وبالتالي أتصور أن هذا هو الطريق الأمثل لممارسة الشعب لسيادته. هناك كذلك تكلم سيادة الفريق عن المادة 8 من الدستور كذلك، والتي تعطي الحق للشعب الجزائري في السلطة التأسيسية عفوا، وبالتالي أتصور أن اليوم المخرج الدستوري السليم للوضع الذي تعيشه البلاد هو يكمن في المادة 102، لأن المادة 102 قبل نهاية العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة يوم 28 أفريل حتى لا ندخل في متاهات الحلول لا الدستورية أو الحلول السياسية، أتصور أن الحلول أو الحل الأسلم هو الحفاظ على المنطق الدستوري في هذه الوضعية التي تعيشها البلاد. سيد عبد الوهاب بكروح، الحديث جدده الفريق أحمد قايد صالح عن ضرورة تفعيل المادة 102 وأيضا في حديث عن المادتين 7 و8. فعلا أولا يجب أن نبارك للجزائريين هذا الموقف السيد من الجيش الوطني الشعبي، لأنه جاء ليحافظ على دستورية الحلول يعني، ويغلق الباب أمام أي مناورة ربما تقودنا إلى الحلول السياسية التي يعني كما نقول اللي جرب المجرب رأسه مخرب، يعني التي قادتنا في فترة من الفترات من تاريخ الجزائر إلى الدخول في المجهول وفي العشرية التي نعرفها جميعا. اليوم السيد الفريق نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي
كان ربما من خلال الخطابات المتسلسلة، وهي تقريبا هذا البيان اللي صدر اليوم هو الثامن في سلسلة خطابات والتي كانت تدريجية، ويعني ربما تؤسس لهذه النتيجة التي تعتبر في نظري المتواضع جدا تتويجا لسبع يعني بيانات أو سبع مرات يتحدث فيها سيد الفريق. الذي ربما يثير الانتباه هو لما تحدث قبل أيام، يعني قبل أربع أيام بالضبط، على المادة 102، جاء اليوم ليسندها ويشد عضدها بمادتين اثنين يعني مهمتين للغاية، وهي المادة 7 والمادة 28. قبل يعني نصل إلى المادة 7 نتحدث عن المادة 28 لما يقول بأن الجيش الوطني الشعبي هو حامي السيادة، هو حامي الوحدة الترابية، هو ضامن لحماية الشعب من أي مكروه أو من أي خطر محدق. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشعب الجزائري الذي خرج إلى الشارع في اعتقادي خلال 6 جمعات متواصلة بطريقة حضارية، بطريقة سلمية، بطريقة أذهلت العالم، بطريقة جعلت من كل العالم يتحدث على أن ربما وربما إخواننا الدبلوماسيين يسامحونا لما فعلته الدبلوماسية الجزائرية خلال 40 سنة، تمكن الشعب الجزائري من خلال استفتاءات متكررة لست جمعات متواصلة أن يعملوا وأن يقدم صورة حضارية للعالم أذهلت العالم. هذه الخرجات المتتالية التي تمثل بمثابة يعني دستور، بمثابة استفتاء، بمثابة هي التي جعلت من المؤسسة العسكرية تحت قيادة أو تحت إمرة سيد يعني نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش يذهب مباشرة بعدما تحدث قبل 4 أيام على المادة 102 إلى الحديث الصريح على المادة 7 والمادة 8. ومن هنا نقول بأن اليوم هناك استجابة مطلقة إلى مطالب الشعب الجزائري، اللي احنا يعني كنا في أوسط المسيرات وشفنا يعني المسيرات سواء في العاصمة الجزائر، سواء في وهران، سواء في الشرق، سواء في الغرب، سواء في الجنوب، يعني كلها تحدثت بترحاب كبير وبمقبولية شديدة جدا، وربما بانسجام، حتى ربما هناك من يقول بأنه فيه أكثر من قبول للمادة 102 والترحيب على أن الحلول هي الحلول الدستورية والحلول على الأزمة للأزمة السياسية اللي نعيشها. الدستور هو الضامن لكل والمانع لكل انزلاق ربما يحدث اليوم. ربما الاستجابة اللي حصلت من المؤسسة العسكرية بإضافة المادة 7 والمادة 8 والمادة 28 إلى المادة 102، في اعتقادي أن هناك اليوم يعني نغلق الأبواب على كل الجهات الحاقدة، كل الجهات التي حاولت تشف، ولاحظنا أنه يعني حاولت أنها ربما تشوش على 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 العمل تاع المؤسسة الدستورية. هو اليوم يعني غلق كل هذه الأبواب ويعني ووضع يعني نقطة إلى السطر. نغلق الأبواب ربما للتشكيك في المؤسسة العسكرية، لكن لو نعود منذ تقريبا مداخلة الفريق أحمد قايد صالح في 26 مارس الماضي، ربما على مواقع التواصل الاجتماعي على الخصوص، لأنها ربما هي المنبر الوحيد والمعروف الآن لتنظيم الحراك بالنسبة للمسيرات الشعبية، وتنظيم أيضا الأفكار، وأيضا تداول وقذف جملة من الأخبار من بينها الأخبار ربما المغلطة. هناك حديث منذ 26 مارس عن التشكيك في دور الجيش، عن التشكيك في تفعيل المادة 102، تجديد الفريق أحمد قايد صالح لضرورة تفعيل المادة، وإضافة القول أيضا أنه هناك أطراف أو جهات معينة سيتم الإعلان عنها لاحقا ذات نوايا سيئة، عملت على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة. هنا سيدي نحن أمام أدلة على مناورة للتشكيك في الواجب الدستوري لمؤسسة الجيش. بالفعل يعني قبل ما نوصل إلى ربما الأمور الداخلية، لأن مؤسسة الجيش الوطني لها من الهيئات والمؤسسات والأجهزة التي يسمح لها بتثبت من هذه الأخبار التي وقالت أنها ستعلنها، يعني تعلن على الأسماء اللي شاركت في الاجتماع في الوقت المناسب. يعني قبل ما نوصل لهذا، يعني حتى المشاهد الكريم يسمح لنا نوضح نقطتين. النقطة الأولى هو أن فيه منظمات أجنبية
عملت على يعني الزج بالجزائر في 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 يعني في من يحمد عقباه، ويعني بالأدلة الموجودة، والحمد لله رب العالمين أن ليس الجزائريين تحدثوا على هذا الأمر، هذا هو فيه خبراء يعني أجانب تحدثوا على أن فيه جهات من صربيا، جهات من ربما من الكيان الصهيوني، جهات من دولة يعني ربما مجاورة اجتمعت فيه ضباط كبار من المخابرات الأمريكية، المخابرات الإسرائيلية، المخابرات المغربية، يعني للأسف الشديد نقولها بكل أسى، اجتمعوا لربما تنظيم الحراك او تحريك يعني تيار الحراك ووجهة الحراك نحو جهه يعني حتى كان هناك مناقشات يعني ربما نعم كان هناك إعلامية قال بأن كان هناك اشتباكات بين الشرطة وهذا اللي حبيت نوصل ليه يعني وهي مؤسسات يعني إعلامية محترفة للأسف. نعم ولاحظنا أنه ربما يعني سعة صدر الجزائر وسعة صدر ربما مؤسسات الدولة الجزائرية أنها منحت اعتمادات لبعض المؤسسات الأجنبية، وللأسف الشديد نقولها بكل يعني بأسف أنه مؤسسات ربما تعتبر من أكبر المؤسسات العالمية تركز على بعض ربما الأشياء البسيطة جدا اللي حصلت وتجعل منها من الحبة قبة وتريد إظهار أنه فيه اشتباكات وأنه فيه ربما اعتداء على المتظاهرين، وإحنا اللي كنا في الميدان ما لاحظنا حتى شيء من هذا، ولاحظنا أن في القنوات هذه أكثرها يعني قنوات عربية للأسف الشديد. في نقطة ثالثة ربما أريد توضيحها أيضا هو أنه يعني الإعلام الوطني الحمد لله رب العالمين أنه لم يتفاعل يعني مع هذه الأخبار السلبية وهذه الأخبار ربما اللي كما تفضل الزميل والصديق قال أنها ربما إشاعة وكان ربما وعدها في يعني في المهد، وهذا يدل على أن يعني حتى بعض المتظاهرين اللي كانوا في الميدان يعني سارعوا إلى تكذيب هذه الأحداث بالصور يعني بالصور بفيديوهات يعني وضعوها مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لتأكيد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. سيد أمير بالعملي لحظة ربما زميلي العربي في نفس السياق الذي تحدث عنه الأستاذ، ربما تسارع الأحداث ترك أرض خصبة لتداول الإشاعة، ونعرف أن الإشاعة تهدف إلى تحقيق 3 أهداف، أهداف سياسية، ترك ارتباك داخل المتظاهرين، ومن جانب آخر تصفية الحسابات، لكن الوعي المجتمع الجزائري ترك فند أو كان سد منيع حول تداول هذه الإشاعات والأخبار المضللة، وهذا ما لمسناه في تفنيد كل الأخبار التي كانت تروج في مواقع التواصل الاجتماعي على الفايبر على الواتساب أو على خاصة على الفيسبوك في 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 إطار ما يسمى الآن بصحافة المواطن التي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ هذه في تفنيد عفوا هذه الإشاعات. زميلي يوسف عثمان أكيد أننا هذا المحور سنعود إليه بالتفصيل مع ضيوف أيضا في سياق حديثنا. أمين بالعمري، المؤسسة العسكرية قدمت كل الضمانات واقترحت اقتراحات، الحل الآن ما هو؟ على كل أتصور هناك جزئية مهمة لابد أن نتوقف عندها حتى نربط الحلقات ببعضها البعض. أولا اقتراح المؤسسة العسكرية لم يأتي مباشرة بمجرد خروج المتظاهرين إلى الشارع، ولكن بعد عدة أسابيع كان هناك تراكم وكانت هناك مطالبة علنية من طرف المتظاهرين لتدخل الجيش لوضع حل مقبول من طرف الجميع. لاحظ أنه بالقيام بعملية بسيطة حسابية بسيطة، عندما نتكلم عن الهيئة الناخبة مثلا ونتكلم عن الاستشارات الشعبية في مثل هذه الحالات، الهيئة الناخبة اليوم في الجزائر أعتقد أن تعدادها 22 مليون، وبالتالي إذا صحت التقارير التي تكلمت عن خروج حوالي 17 مليون متظاهر في كل ولاية الجزائر، وبالتالي أتصور أن هناك تفويض شعبي لإيجاد حل للمعضلة التي تعيشها الجزائر. لا نقول معضلة ولكن ربما نقول الأوضاع الصعبة التي تعيشها الجزائر والأزمة، لأننا اليوم هناك الوقت في غير صالحنا، لم يبقى إلا شهر واحد على انتهاء عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي لابد من إيجاد حلول مخرج دستوري
قبل الدخول في مرحلة الفراغ، لأنه بمجرد انتهاء العدة الرئاسية ندخل في مرحلة الفراغ وبالتالي سيصعب التدخل. اليوم أتصور أن ما جاء في رسالة الفريق أحمد قيد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني عندما قال تفعيل المادة 102 في البداية ثم نظرا للمطالبة الحثيثة هذا الأسبوع للمتظاهرين بتفعيل المادة 7 تم إرفاقها كذلك بالمادة 8، ولكن أتصور أن هذه المرة اتضحت وهي أكثر لأنه حدد الإطار الدستوري لتدخل الجيش من خلال المادة 28، وبالتالي أتصور اليوم لم يعد هناك مجرد مقترح ولكن تفعيل أمام التفعيل الفعلي. بغض النظر سيد أمين بالعمري، بغض النظر عن مقترحات الجيش، هل هناك حلول سياسية للخروج من الأزمة؟ الحلول السياسية تكون بعد نهاية العهد الرئاسية. الآن أتصور أن هناك حلول دستورية حددها الدستور. اليوم أتصور أنه رغم ذلك يجب أن تكون هناك توافقات، رغم أن الحل الدستوري ولكن يبد أن تكون هناك توافقات في كل مرحلة انتقالية. لا نتكلم عن الانتقال الديمقراطي لأن الجزائر دخلت التعددية منذ أكثر من منذ حوالي 30 سنة، وبالتالي اليوم نتكلم عن الانتقال السياسي. الانتقال السياسي الآن من نظام نحو جمهورية جديدة، لا يمكن أن يكون هذا الانتقال إلا ب توافق للجميع، يعني لا يمكن أن ننتقل إلى جمهورية جديدة بمنطقة الإقصاء والتهميش. وبالتالي أتصور أن المرحلة التي نعيشها اليوم سواء كان حل دستوري وفق ما يقتضيه الدستور، وأتصور أن هذا الحل الأسلم للوضع الذي تعيشه الجزائر من خلال المادة 102 والمواد الموافقة في 7 التي تتكلم عن سيادة الشعب والمادة 8 التي تتكلم عن السلطة التأسيسية للشعب كذلك، اليوم يبقى أننا أمام حل دستوري. كيف سيكون هذا الحل؟ ربما سيتبلور لاحقا مع مبادرات اخرى سترد على لاحقا مبادرات او شيء ربما بسيطة لما تفضل به اخي. يعني هو خلال الاسبوع الجاري يعني منذ كلام سيد الفريق نائب وزير الدفاع سيد احمد قيد صالح لاحظنا انه فيه تفاعل ايجابي من الطبقه السياسيه. يعني هناك ربما بعض التحفظات ولكن لم نرى الا من القله القليله من بعض رؤساء الأحزاب أو بعض السياسيين، القلة القليلة فقط اللي كانت تقول أنا ضد المادة 102. الأغلبية الساحقة إن لم نقول يعني جل المتدخلين سواء رؤساء الأحزاب أو شخصيات سياسية أو ممثلين للمجتمع المدني كانوا يقولون بأننا هناك من رفض. يعني نعم أنا قلت حتى نكون أمناء، حتى ننقل مع يعني ما شاهدناه وما وقفنا عليه وحتى لا نغمط الناس حقهم. فيه من سياسيين من قال أنا ضد تطبيق المادة 102 ورفضها بالمطلق، ولكن أغلب السياسيين وأغلب الطبقة السياسية من الديمقراطيين من إسلام من وطنيين من تيار ربما يعني ليبرالي كانوا يقولوا نحن مع المادة 102، ولكن هذا لكن هذا اللي تم اليوم من خلال الوثيقة اللي بين أيدينا ومن خلال كلام السيد الفريق اليوم، من خلال الاجتماع اللي حصل اليوم في يعني اللي ترأسه سيد الفريق نائب وزير الدفاع قال بأن هذيك لكن احنا رايحين يعني احنا نزعناها لأنه هذا لكن هو اللي كانوا يطالبوا به مثلا مجموعة حمص، هم اللي كانوا يطالبوا به فلان، هم اللي كانوا يطالبوا به يعني. وحتى لاحظنا أنه في من السياسيين اللي كانوا حتى داخل الحكومة حتى تشرفوا على الحكومات عدة مرات 8 حكومات لأدعاو يعني أدعاو إلى تفعيل المادة 102. يعني صراحة هذا الأسبوع فلما اليوم كانت هذه المواد الملحقة المادة 28 كقاعدة كأساس صلب، لأن الجيش الوطني الشعبي التزم بأنه سيلتزم بالدستور بحذافره وقال بأنه سيحمي الأمة سيحمي التراب الوحدة الترابية سيحمي الجزائر سيحمي الجزائريين. المادة 28 المادة 7 اللي كان يطالب بها الشعب وطالبوا بها حتى السياسيين مادة 8 اللي تتحدث عن السلطة التأسيسية. فلما ألحقت هذه المواد بالمادة 102 في اعتقادي المتواضع بأنه الطبقة السياسية الوطنية اليوم هي أمام يعني فرصة تاريخية. لماذا؟ كما قال تفضل أخي وزميلي وهي يعني كلام صواب، أننا أمام فرصة تاريخية ما دام عندنا يعني مدة شهر، لأننا نحن اليوم بهذا الرسائل المتواصلة بهذا الضمانات المتواصلة بهذا التطمينات المتواصلة نحن أقرب إلى الحلول الدستورية منا إلى الحلول السياسية ما دام نحن. لكن سيدي رجاءً
حتى يعني نتواصل يعني في الحديث الطبقة السياسية فعلا الأكيد منها أو الكثير منها رحب بتفعيل هذه المادة بالموازاة مع ذلك الشعارات المرفوعة في المسيرات طوال 6 جمعات كاملة تنادي بشعارات يعرفها الجميع ترحلوا قاع يعني أن الحل الدستوري أو الدستوري كما تفضلتم به وكما تفضل به كثير من الأساتذة وأساتذة العلوم السياسية ربما هو في الشارع أيضا مرفوض في اعتقادي احنا نعيش في بلد فيه استقرار ينعم بالاستقرار يعني كانت له تجارب مريرة في الزمن كانت له تجارب مريرة في الزمن ويعني تجارب قريبة جدا يعني التسعينات من المرحلة القادمة فعلا أنا ربما أقول بأن هذا الشباب هذا الجيل هذا اللي عمره اليوم 25 سنة 30 سنة يعني ولد مع فجر الأزمة اللي اندلعت في 1991 اليوم هو في عمره 28 سنة الذي ولد في 1 جانفي 1991 هو عمره 28 سنة يعني ما عاش الأزمة ولكن من خلال ما حكي له من خلال ما روي له من خلال ربما دراساته خسائر الجزائر سواء 200,000 ضحية أو 150,000 ضحية الرقم لا يهم ولكن يعني لا نختلف في الرقم ولكنه ولو يموت جزائري واحد فهو شيء كثير الأزمة الاقتصادية كلفتنا يعني ربما صدمين الاقتصاد كلفتنا تقريبا مليون منصب عمل كلفتنا تشريد مليون جزائري ثم يعني أرحل 400,000 جزائري اللي أنا لا أتحدث من منطقة نخوف ولكن حتى نرافريشي الميموار تاع الناس حتى نعاود نخلي الناس تفكر شوية يعني تعاود ترجع فقط اليوم لماذا نذهب إلى الحلول العدمية ما دام هناك موجود دستور وحتى أيضا نجعل من الجزائري البسيط اللي هو أنا وأنت والجزائري اللي راه يستمع إلينا حتى نتعلم أننا نحترم الدستور هذا الدستور الحالي حتى عليه تحفظات كثيرة حتى عليه ربما انتقادات كثيرة حتى عليه ربما رفض كثير ولكنه فيه الحد الأدنى من 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 الأشياء اللي تجمعنا كجزائريين خليني نقول الإخوان الجزائريين وأخوات الجزائريات بأن مثلا كمثال المادة واحدة من الدستور لا يمكن أن تنزل عليها مش انا كعبد الوهاب او انت يعني كسيدي او الاخ ولكن المجموعه الوطنيه يعني هل هناك من جزائري واحد يقول بانه الاسلام ليس دين الدوله الجزائريه؟ انا في اعتقادي لا هناك مثلا الدستور الحالي الذي هو ربما دستور اسود خليني اقول دستور اسود خليني اقول انه مرفوض انه سيء انه يعني تم تحضيره على عجل انه تم ربما في 2015 2016 ربما ولكن سيدي هل هناك جزائري واحد من تبسة تلمسان ومن العاصمه الجزائر حتى تمرست يقول اننا اليوم نعيد النظر في هويتنا الامازيغيه هناك جزائري واحد ربما اليوم الناس اللي راهي ربما تقول باننا نرفض الحلول هذه كلها اللي جات من السلطه كل الحلول جات من المؤسسه العسكريه كل الحلول اللي تحدى عليها الفريق نائب وزير الدفاع قايد صالح كل الحلول اللي تحدوا عليها رؤساء الاحزاب تحدوا عليها ونرفضوا كل شيء وروحوا كلكم يعني كلكم تروحوا لما تروحوا كلكم يروح معكم الدستور هل نعيد تاسيس هذه المبادئ هل نعيد تاسيس هذه الامور اللي احنا يعني دفعنا الثمن الغالي كم من جزائري توفى في الربيع الامازيغي في 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 تيزي وزو في 79 وفي بجايه وفي العاصمه وفي 80 كم جزائري توفى في 14 جوان في العاصمه 150 جزائري حتى تتمكن الدوله الجزائريه والشعب الجزائري من انه تصبح اللغه الامازيغيه لغه رسميه ودستوريه ويصبح المكون هذا هو مكون الهوية الجزائرية اليوم نعيد فيه النظر لماذا نعيد فيه النظر يا أخي خليني لما نقول بأن الدولة الجزائرية لا يمثلها شخص الأمة الجزائرية لا يمثلها شخص سواء كان وزيرا أو كان رئيس الحكومة أو كان رئيس الجمهورية نقطة مهمة الأشخاص تزول يا أخي العزيز ولكن الأوطان لا تزول فإذا زالت الأوطان صعب جدا أن يعاد بناءها خليني نزيد يعني في عجالة لما قتل الرئيس القائد القذافي وقتل من طرف الناتو الشعب الليبي ربما انتصر في لحظة انتشى لحظة
انتشر ربما أسبوع، انتشر 15 يوم، ولكننا لم نرى لم تقم قائمة للدولة الليبية الشقيقة، ونتمنى لهم أن يحلوا مشاكلهم، نتمنى لهم أن يأسسوا برلمانهم، أن يأسسوا حكومتهم، أن يبنيوا بنكهم المركزي. اليوم الدولة الليبية أخي العزيز يتم نهبها جهار النهار. نحن لا نريد، نحن ضد هذا النظام، نحن بدأ بنا يزول هذا النظام لأنه ظالم، وأنه احتقر الجزائريين، وأنه وضع رجله على الجزائريين لمدة 60 سنة. ولكن يا أخي العزيز يجب أن تبقى الدولة الجزائرية، أن يذهبوا الناس كلهم، لأنه من يسير البلدية، من يسير الولاية، من يسير الوزارة، من يسير وزارة الدفاع، من يسير الشرطة، من يسير الدرك. كلمة روحوا قاع في اعتقادي أننا كجزائريين، وأنا أقولها بلساني، وأنا نخرج الشعب الجزائري، وأنا عايش مع الشعب الجزائري، وأنا وليد الشعب الجزائري، وجاي من 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 من, من أعماق الجزائر. في اعتقادي كلمة روحوا قاع يعني نسترجعوا، يعني نقعدوا مع أنفسنا، نريحوا، نهداو، نشربوا شوية ما، ونراجعوا هذه كلمة روحوا قاع. روحوا قاع خطيرة جدا، لأن روحوا قاع تروح الجزائر. سيد أمين بالعمري، ربما النقطة المهمة جدا وتحدث عليها زميلنا بحماس كبير، هذا الشعار المرفوع أو المرفوع فعلا المنادي برفض كل الحلول، ربما عمليا يحطنا أمام ربما نقطة لا حل. ما هي الحلول؟ أولا لابد أن نتكلم عن بعض النقاط الموضوعية. اليوم هناك أزمة ثقة بين السلطة والشعب. كيف نسترجع هذه الثقة؟ كيف يمكن لمقترحات السلطة أن تلقى القبول لدى الشعب؟ أتصور أن لاحظ أن تسجيل موقف الجيش الوطني الشعبي من خلال إعلانه عن الذهاب نحو المادة 102 جنب حصول شرخ ممكن بين الشعب الجزائري والجيش. لاحظ أن هناك تجارب في دول أخرى أصبحت الجيوش الوطنية تسمى بجيوش النظام أو جيش السلطة أو شبيحة إلى غير ذلك. اليوم أتصور أن بتسجيل الجيش لهذا الموقف تبين أن الجيش الوطني الشعبي واقف إلى جانب الشعب الجزائري، واهتماماته من اهتمامات الشعب الجزائري، وأهدافه من أهداف هذا الشعب. وبالتالي أتصور أن يعني التفاف الشعب الجزائري حول الشعب وحول الحلول المقترحة للخروج بالجزائر إلى بر الأمل، لأن أي تأخير كما سبق وقلت سوف يؤدي بالبلاد إلى مآلات قد لا تكون في صالح الشعب الجزائري، قد تدخلنا في أتون الفوضى والانفلات لا قدر الله. اليوم عندما نتكلم عن حماسة المتظاهرين الذين يقولون مثلا شعار حقع إلى غير ذلك، ربما هناك ما يبرره، لكن عندما نتكلم عن حماس المتظاهرين اليوم أتصور أننا وصلنا إلى نقطة أين يجب أن تتدخل النخبة لإرشاد المتظاهرين لإظهار الحقائق وليس محاولة تموقع لتقريب الرؤى أو الموجة إلى غير ذلك. كما نرى عندما يتكلم إنسان بسيط عن المادة 7 ويقول بأن السيادة للشعب الجزائري هو يقول، لكن النخبة هذه مرفوضة سيدي، النخبة هذه رأي مرفوضة من طرف الشارع، هذا ما تقوله اللافتات وشعارات في الشارع. ليس كل النخبة مرفوضة، ليست أنت من النخبة وشاركت في المظاهرات ولا مشاركش؟ يعني النخبة هنا نحدوها، يعني ربما الكلام كثير. نحن عندما نتكلم عن النخب نتكلم عن النخب الإعلامية، نتكلم عن النخب السياسية، نتكلم عن النخب المثقفة، عن الأساتذة الجامعيين. خليني يكون معك يعني مباشر وواقعي. يعني الإنسان عندما يتكلم، لا حتى أنا أتكلم بواقعي، يعني الإنسان عندما يتكلم يعرف الفرق، ما هو الخط الذي يفصل بين الدولة والسلطة، بين الدولة والنظام، بين السيادة للشعب، كيف تمارس هذه السيادة. ولكن عندما نشاهد في بعض بلاطوهات التلفزيون أو الإذاعات أو الصحف عندما يتكلم خبير في, 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 في القانون الدستوري ولكن يترك الأمور في الغموض من أجل أهداف مشبوهة ربما أو من أجل مغازلة الشارع إلى غير ذلك، أتصور أنه علينا اليوم أن نقول الحقائق كما هي. علينا اليوم لأن الوضع الذي تعيشه الجزائر لا يحتمل الحسابات الشخصية. أتصور أننا اليوم أمام مصير وطن، على كل واحد أن يكون صريحا، على النخبة أن تصارح الحراك أو تصارح المتظاهرين بوجود حلول معقولة. إلى أي حد تكون هذه الحدود معقولة، الحلول معقولة، وإلى أي حد لا تكون هذه الحلول معقولة. عندما نتكلم عن توحقع أتصور أن هناك رموز للفساد معروفة ووجوه معروفة،
للفساد، ولكن هل يمكن أن نقول بأن كل الكتلة البيروقراطية المشكلة للدولة الجزائرية هي فاسدة؟ هل كل الإداريين هم فاسدين؟ لا. هذا شيء أكيد أن التعميم خاطئ. نعم. لاحظ أن التعميم غير خاطئ جدا. لاحظ ما حصل. وإنما هناك ما حصل تعميم في مقصود ليبيا. أخي أمين. نعم. تعميم مقصود. نعم. وربما المخبر أو المخابر ربما اللي تحدث عنها اليوم سيادة الفريق نائب وزير الدفاع، المخابر التي تهندس لهذه الشعارات في بعض الأحيان على النخب، وهنا دور النخب الوطنية والنخبة الوطنية الحقيقية أن تلعب دورها. لماذا؟ لأنه كثير من أخي العزيز، أخي العزيز، للأسف شديد، للأسف شديد أن الشعب اليوم راهو يعيش على أعصابه، والشعب اليوم يعيش على راهو إيموشنال، العاطفة راهي جياشة جدا للقهر والقمع والاحتقار والازدراء والتفكير وربما الفساد والمحسوبية والجهوية وبن عميس وبن خالي وبن خالتي والإدارة تجعلك غني والوزير تدخل عند الوزير تدخل بالفيستا ومقطعة على كتفك تخرج ملياردير وتروح للادوان يغلقوا عليك العينين، الدرك الوطني ربما ما يعملش العمل تاعو، البوليسي ما يعملش العمل تاعو، الاداري ما يعملش العمل تاعو، وهذه الاشياء اللي خلات المواطن يخرج الى يعني يخرج من اعصابه، يخرج من عقله، يخلي ربما يرفض كل شيء، يعتقد بان الممثل الاداره هو الدوله، السلطه هي الدوله، الوزير هو الدولة، لكن الشرطي هو الدولة. اليوم اليوم يعني في المخيال الجمعي للجزائر، خلينا نهضروا باللغة اللي يفهمها الشعب، يقول لك الشرطي هو الدولة، يقول لك انت دولة، لا خطأ كبير جدا. لماذا هذه المفاهيم اليوم وصلنا لها؟ لماذا هذه المفاهيم وصلنا لها من الفساد، من المحسوبية، من البيروقراطية، من الحقرة اللي وصلتنا لهذه النقطة هذه؟ ولكن الأدوار اللي يجب أن تلعبها النخب يا أخي العزيز في أوطان، في أوطان وفي دولها، وخاصة في الأزمات الكبرى. اليوم المجتمع الجزائري يعيش لحظة ميلاد حقيقي، إذا يعني إذا اليوم المولود يعني تكسر يده ولا تكسر درعه ولا تكسر تقبته يخرج مشوه ويتشوه أكثر من الحالة التي عاشتها الدولة الجزائرية لستين سنة بعد الاستقلال. نحن نريد أن يكون هذا الحراك المبارك الكبير المحبب اللي بركاته كل الأمم العدو والصديق واللي حبنا واللي ما يحبناش كلنا نباركوا أشهدوا به. خليني ننقل لك شهادة، يعني أحد الأصدقاء عايد هذا الأسبوع، وحتى الجزائريين يسمعوها ويفرحوا، هذا الأسبوع عايد من 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 كيغالي، التقى رئيس الكيغالي واللي كان فيه مؤتمر عالمي يسموه سيو أفريكا، رؤساء الشركات والمنظمات الإفريقية والعالمية كانت حاضرة هناك في 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 إفريقيا، تحدث معه تقريبا 50 إلى 60 رئيس مؤسسة، قالوا له يا أخي العزيز، الشعب الجزائري يعطينا دروس كبيرة جدا. قالوا لماذا؟ قال لهم سألهم لماذا؟ قالوا لي أننا كنا نعتقد بأن الشعب الجزائري مات، الشعب الجزائري مات عليه السلام الله يرحمه. قالوا وكنا نعتقد أيضا أنه هذا الشعب اللي مات إلى 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 قام يكسر الدنيا قاع. قالوا ما ماتش، ظهر أنه شعب حي، شعب كما يقولوا احنا ولود، شعب يعني ما زالوا حي، وأيضا هذا الشعب هذا سلوكه حضاري مشهود. أتصور أن هذا الشعب هذا لما ينتهي من المسيرة ينقي له اسمه الطريق، هذه صور حضارية كبيرة. فاليوم النخب، على النخب أن تسجل وقفتها، تسجل ميلادها. جميل. في اعتقادي أن الشعب الجزائري أسبق للسلطة، أسبق المسؤولين، أسبق الحكومات، أسبق الوزراء، أسبق رؤساء الحكومات، أسبق الرؤساء، وأسبق أيضا النخب. اليوم أين هذه النخبة؟ لا ما سجلت اليوم الموعد. اليوم لازمنا نفهم الشعب الجزائري بأن روحه قاع هي نفتحوا على نفوسنا باب جهنم. خليني نقول للشعب كلام اللي ربما يلعني، ربما يسبني، ربما اليوم حتى يرفضني، ولكن هذا الرأي اللي يبكيه اليوم غدوة يضحك فعلا. ما نقولوش الرأي اللي ربما نبربرو ونقول له انت عينك خضورة وشعرك صفر وانت راك مليح ودخل في الحيط بعد 15 يوم، لا، نقول له اليوم راك غلط. وين لازم نقول له غلط؟ نقول له راك على الصواب. وين لازمك الصواب؟ لاني عند على شهر ولا على شهرين ولا على 3 شهور نعرفوا باللي راح يخرج من المأزق ويخرج يبني الدولة تاعه. في اعتقادي اليوم هذه النخب هذه إلى ما لعبت الدور اليوم تاعها، أين النخب الاقتصادية؟ أين النخب الدينية؟ أين المؤسسات ربما اللي بإمكانها أن تنور النخب الإعلامية؟ أين النخب الإعلامية اليوم اللي ترد على هذه على 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 الوكالات العالمية الكبرى، تلفزيونات الكبرى، تلفزيونات اللي دمرت الدول، دمرت الأوطان؟ اليوم على النخب الإعلامية الجزائرية أن تلعب دورها. نقطة مهمة جدا زميلي يوسف عثمان، ربما النقطة اللي أثرها الآن الإعلامي عبد الوهاب
وهاب بكروح مهمة جدا، دور النخب، وما دام نتكلم على الإعلام واحد من النخب دوره الآن في مثل هكذا مواقف لتقريب الرؤى والوصول إلى حلول ولو مبدئية. مهم جدا الإجابة عن ما هو الحل أو ما هو الحل للخروج من الأزمة، لا يمكن الإجابة عنه في هذا البلاطو أو في الساعات المقبلة. الحل يكمن على النخب الإعلامية هنا. الحل يكمن، سوف أجيب عن هذه النقطة، الحل يكمن في العودة إلى بنود الدستور والسهر على تنفيذ هذا الدستور وما ينص عليه الدستور من دون زيغ أو زيف، وإشراك كل الأطياف في المجتمع الجزائري، ليس لا يكون اختيار هذه النخب أو اختيار هذه الشخصيات معيارنا فيه البلاطوهات التلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي. هناك نخب سياسية ربما كانت غائبة، هناك نخب إعلامية أو غيبت أو إلى غير ذلك. هنا لإبراز النخب يكمن دور الإعلام في صناعة وتوجيه الرأي العام. علينا فتح حوار نقاش في جل القضايا التي تعيشها الجزائر من خلال استضافة وإعطاء فرصة لكل النخب والشخصيات الوطنية لإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة. أمين بالعمري، الحديث وصل بنا ربما شيئا للحديث عن الدستور، عن أهميته في ربما الخروج بأرضية. هل الشعب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي راه ربما أرضيته الكبيرة فيه تتكلم عن رفض كامل، هل يمكن لهذا الدستور أن يكون أرضية لبداية الخروج من الأزمة، لبداية ولوج ربما يوم جديد بالنسبة للجزائر، ربما الذين يعلمون أن مواصلة ربما المسيرات يعني إلى الأمام جمعة بعد جمعة غير محمود العواقب ربما في كل الأحوال، على الأقل سجلنا احترافية كبيرة للقوات الأمنية في تنظيمها وأيضا السلوك الحضاري كما ذكر الأستاذ عبد الوهاب منذ قليل بالنسبة للشعب والشباب على الخصوص فيه، ولكن عين أخرى تتربص بنا، هل دستورنا يضمن أرضية ولو مبدئية كحلول للخروج من هذه الأزمة؟ هناك مقولة شهيرة تقول بأن أول ضحية تسقط في الحرب هي الحقيقة. أول ضحية تسقط في أي حالة استثنائية هي الحقيقة. لاحظ أنه عندما طلب رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 هناك قنوات قالت بأن هناك انقلاب ناعم في الجزائر، هذا تزييف للحقيقة. لاحظ أن هناك قنوات أو وكالة إخبارية مشهورة بسمعة دولية عالمية قالت بأن هناك مواجهات بين الشرطة الجزائرية وكان هناك استعمال للغاز والمياه وللخراطيش البلاستيكية، ولكن كل ذلك تبين أنه غير صحيح. اليوم كيف يمكننا أن نتصدى لمثل هذه الحملات والأخبار المضللة؟ يجب أن يكون لدينا إعلام وطني قوي يتمتع بهامش واسع من الحرية ينقل الحقيقة كما هي. وهنا أثني على أن التلفزيون العمومي نقل على المباشر الجمعة السادسة، هذه فكرة جيدة لكي تظهر المظاهرات على الحقيقة ويصبح القنوات الأجنبية أو الوكالة الأجنبية هي التي تنقل علينا ما يحصل في بلادنا وليس العكس. نعم. حتى يمكننا أن نترك الحقيقة تسقط أول ضحية في مثل هذه الحالات. اليوم عندما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تسيطر على المشهد، ولكن لابد على الناس أن تفهم أن الفيسبوك ليس لديه استحياء وليس لديه خط افتتاحي، وبالتالي يمكنك أن تشرع ما تشاء بدون أي رقابة، وهي روبوتات، عبارة عن روبوتات وكلها يعني هي الغوريتمات. يعني اذا كان سمحت لي اخي امين وقطعت كلامك بالعسل ويسمحوا لي المواطنين الكرام انه يعني فيسبوك، مؤسسه فيسبوك يعني واضعه الغوريتم للاسف الشديد 80% من الاخبار اللي تنشرها فيسبوك هي الـ 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 يعني لما نشوفوا الهرم 80% اللي في اعلى الهرم هي الاخبار السلبيه
لي زالغوريتم اللي تعمل عليهم يعني روبوتات اللي تسير فيسبوك هي هكذا مبرمجه، هكذا مبرمجه على الاخبار السلبيه تكون في الهرم والاخبار الايجابيه تكون في القاعده. طيب هذا على الفيسبوك. نعم. هذا على الفيسبوك. نعم. الان ربما نواصل الفكره. نعم. كنت نتناقش مع بعض الزملاء يقول لي انه يمكن ان نقوم باستشارات شعبيه عبر الفيسبوك. انا من وجهه نظري ان هذا شيء غير معقول. غير معقول وغير ممكن. الصبر على شكل صبر أرى. صبر أرى لأن أغلب الهويات الموجودة في الفيسبوك مجهولة. هوية مجهولة. نعم. أو مزورة. ثم كيف يمكنك أن تعرف هذا الشخص هو إن موجود. نعم. في تونس أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة، هل هو جزائري أو موجود في إسرائيل أو موجود في إسرائيل. نعم. لكن سيد بالعمري، ربما هذا الفضاء الأزرق للأسف يثق فيه الكثير، والكثير منهم شباب بطبيعة الحال، لأن فيه جزء من الحقيقة. أنا لا أقول بأننا ننفي على المطلق، أنا لدي قناعة بأن العدمية ليست يعني منبوذة في كل المجالات، حتى عندما نتكلم على الفيسبوك، الفيسبوك لديه الكثير من المزايا، هذا صحيح، ولكن لا يجب أن نأخذ الفيسبوك كمرجعية للأخبار. هل يمكن مثلا لمؤسسة إعلامية أن تعتمد على خبر منشور في فيسبوك ويتم نشره في مؤسسة إعلامية؟ مستحيل. هناك كثير من المؤسسات الإعلامية للأسف أو بعض أشباه المؤسسات الإعلامية تنقل أعمال موجودة على الفيسبوك ويتم نشرها. هذا هو المشكلة. وهنا ربما زميلي السبق الصحفي، هذا ما يسمى بالسبق الصحفي، هو الذي ترك هاته القنوات أو الجرائد أو المجلات الإلكترونية تتنافس في تدويل تلك المعلومة في غياب سلطة الضبط التي تضبط. نعم. هذه. نعم. الأمور. نعم. يعني الجانب القانوني ربما غائب أو يعني أو مغيب عنها في ضبط مثل هذه الأمور. أخبار تتداول حول وحدة الوطن، وإذا رجعنا إلى البيان نعم. في قضية ضرب الثقة التي تجمع الشعب الجزائري بجيجه، قضايا خطيرة لا يجب يعني أن نتهاون أو أن نغفل عنها. قضية السبق الصحفي يجب أن يضبط. ما هو مفهوم السبق الصحفي؟ هل السبق الصحفي يكون على حساب الوحدة التراب الوطني؟ نعم. هل يكون السبق الصحفي على وحدة التراب الوطني؟ على هويتنا؟ لأنها العمود الفقري للدولة الجزائرية. يعني وهناك نقطة، يعني نقطة أساسية، يعني الحد الأدنى لسميق الحد الأدنى من المهنية، أنك عندما تجد خبر مهما كان مصدره على الأقل أتأكد منه من مصدرين اثنين. على الأقل هذا الشيء ربما الحد الأدنى. احنا اليوم نشوف مؤسسات إعلامية، قنوات تلفزيونية، ربما جرائد، تعني تأخذ الخبر كما جاء، يعني حتى في بعض الأحيان بالأخطاء الإملائية الموجودة في الخبر كما نشر على فيسبوك يعني توضعه على 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 الجريدة وعلى الوسيطة الوسائط الإعلامية. هذا خطر، يعني هذه ضربة كبيرة يعني حتى هذا يعني ربما يعني تلاعب بعقل القراء. اليوم القارئ يعني بإمكانك تعطيه منتج يعني جيد حتى تحافظ على الوحدة الوطنية، حتى تحافظ على مستقبل الجزائر، حتى تحافظ على مؤسسة الجزائر القائمة، مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الجيش، مؤسسة يعني هذا الحد الأدنى. ما إذا كنا احنا يعني كإعلاميين نعمل يعني بنفس طريقة اللي يعمل بها الفيسبوك، فيعني ما بقاش يعني كيف الكلام. في هذه النقطة فقط زميلي الكلام. رجاء الحديث يطول زميلي يوسف، شكرا جزيلا لك زميل يوسف عثمان من القناة الرابعة، وأيضا عبد الوهاب بكروح الإعلامي من موقع الجزائر اليوم، أمين بالعمري أيضا الإعلامي من جريدة الشعب. الوقت داهمنا، نتمنى كل الخير طبعا للجزائر، الأمر الذي لا نختلف عنه كلنا. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.